نتكلم بقى عن المحترفين، بما انك يا هدير قلتي النقطه دي. يعني شفنا كتير قوي من لعيبه السنغال بقى محترفين في كلهم ده حقيقي، محترفين في انديه اوروبيه. وامبارح شفنا كمان اداء يمكن منقطع نظير لفتوح. تعتقد ان فتوح ممكن يجي له بقى الفتره الجايه يعني عروض من انديه مختلفه؟ طب احنا حظنا بس السيء ان انتقالات يناير خلصت 31 يناير. يمكن في معاد الدوري التركي هو اللي مستمر لحد اليوم 8 فبراير، يعني باقي يومين، واحتمال كبير جدا جدا ان نشوف تريزيجيه تحديدا ينتقل من استون فيلا الى بشاكشهير التركي على سبيل الاعاره. ربما ده الصفقه الوحيده الشبه مؤكده خلال الساعات اللي جايه ممكن تعلن بشكل رسمي ان يطلع اعاره. طبعا تريزيجيه راجع من اصابه رباط صليبي ومحتاج شويه وقت عشان يستعيد تاني فورمته ومستواه، وان كان اداؤه في البطوله نوعا ما بدا يدخله تاني في الفورمه. فصعب شويه دلوقتي يبقى في عروض قويه للعيبه مصريه في الانديه الاوروبيه. اداؤه شفته ازاي امبارح؟ يعني اداؤه انا بالنسبه لي انا مش عايز اقول فتوح بس، احنا منتخب مصر، يعني احنا شفناه خلال البطوله. لا منتخب مصر ده اكيد، انا بتكلم معاك على لاعب على فكره، لكن انا بتكلم معاك على قبل ما اخش على فتوح انا عايز ابدا من حاجه ثانيه مهمه، حراسه المرمى. يعني احنا طبعا حراس المرمى الافارقه موجودين في اكبر انديه العالم. بس احنا على فكره احنا محظوظين بحراس المرمى من ايام من 86 واحنا محظوظين لغايه السد العالي. انا مستغربه ان احنا كمصر عندنا اعظم حراس في تاريخ افريقيا، اعظم حراس. والحقيقه انه كابتن عصام الحضري يعني مع كل كوره بتتلعب تحس ان ده خلاصه خبرته الحقيقه. اكيد كله. بص اقول لحضرتك حاجه، احنا من زمان من الخمسينات والستات منتخب مصر احسن حارس في افريقيا غالبا في منتخب مصر. نجيب بس عشان الذاكره الناس مش تسعفها قوي، خلينا في القريب. كابتن ثابت البطل الله يرحمه اكرامي الكبير ربنا يديله الصحه، كابتن احمد شوبير، نادر السيد. يمكن نادر السيد خد تجارب احتراف، شريف اكرامي خد تجربة احتراف في فترة من الفترات في فاينورد الهولندي. ونمشي بعد كده بقى عصام الحضري اسطوره، عصام الحضري عامل ارقام قياسيه خياليه سواء مسابقة افريقيا وكمان كاس العالم. نكمل السلسله عندنا محمد الشناوي، ولما اتصاب طلعنا محمد ابو جبل، اثنين حراس اللي كان مفاجاه الحقيقه، اعظم حراس افريقيا في الوقت الحالي. نيجي بقى نشوف المنتخبات الثانيه. طبعا يعني احنا بنحترم كل المنتخبات، ياسين بونو حارس المغرب وشبيليه الاسباني، اونانا كان في اياكس وراح انتر ميلان الايطالي، مندي تشيلسي الانجليزي واحسن حارس في العالم. لا احنا حراسنا لا يقل عن هذول الحراس. احنا ليه من البدايه ليه ما نشوفش من دلوقتي نحاول ناسس بعدنا ثلاث او اربع حراس يخرجوا بدري شويه عشان بعد كده نستفيد منهم. انت بتتكلم مش بس على السن يعني؟ لا خلاص انا مش فينقوا بجبل صعب شويه. انا بتكلم بقى نتكلم محمد صبحي مثلا عنده 24 سنه، بدايه من كده اعتقد هيفرق معانا جدا. مساله السن في المنتخب مساله نتوقف عندها، لانه في لعيبه كتير 20 من 20 لل 30 ودي حاجه مهمه جدا طبعا، وهم اكتشافات لكيروش كمان. الراجل بقى له معانا اربع شهور ومهمته من ساعه ما جت مهمه مش سهله، دخل بطوله العرب لسه كان بيجرب، لسه بيشوف هيلعب ازاي من بطوله العرب على بطوله افريقيا. ومع ذلك في اكتشافات هي تنسب لكيروش 100%، محمد عبد المنعم هو جازف، فتوح وغامر لاعب لعيبه في غير اماكنها، وده كان بيسبب له انتقادات كبيره جدا. خد انتقادات عنيفه، مش كبيره، انتقادات عنيفه، الناس شككت انت مدرب ايه وبتعمل ايه. واسمنا لسه نتكلم من شويه عن الموضوع ده، يا جماعه نهدى مش كده، نحاسب في اخر عندنا يعني. الراجل دلوقتي متعاقد لحد كاس العالم، يعني يوصل ولا ما يوصلش نحاسبه وقتها ونشوف. هل لو كان في مدرب تاني كنا نشوف محمد عبد المنعم؟ يعني برضه عشان نتكلم كده بالعقلانيه والمنطق، كنا نشوف واحد زي محمد عبد المنعم، واحد ما كانش حد عمر يعرفه، عمر كمال مربوش، عمر كمال عبد الواحد حد كان يتوقع؟ لا عمر مرموش يعتبر هو اللي جابه من بره، كانش حد اصلا، ده كان خارج حسابات كل المدربين تقريبا، ولا حد واخد باله منه. وحسب معلوماتي ان هم متابعين لعيبه تانيه كمان محترفين في اوروبا احنا ما بنعرفش عنهم حاجه، او احنا مش مسلطين عليهم الضوء، مش مشهورين قوي بالنسبه لنا. وانا برضو دي تجربه تانية مهمه، يعني في المغرب والجزائر تحديدا عندهم لعيبه بره عندهم جنسيتين، احنا ليه ما بندورش في الملف ده؟ اللعيبه اللي اصولها مصريه او ليه والد مصري او امه مصريه وقاعدين في اوروبا وبيلعبوا في انديه، احنا محتاجين بقوه نفتح الملف ده. هنلاقي ملف مهم جدا الحقيقه، لا يقل عن 20 ل 30 لاعب سنهم صغير ممكن نعمل منتخب مصري قوي جدا جدا الفتره الجايه. هرجع لفتوح، فتوح واحد من افضل لاعبي كاس امم افريقيا الحاليه، يستحق الاحتراف الخارجي، ما شاء الله عنده حاله من النضج الكروي العاليه جدا جدا جدا، قابل لعيبه يعني ظهراء الظهير الايمن في كل منتخب لعبه كان بيبقى واحد من النجوم. طبعا كان ابرز مواجهه مع اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وكان ليه بالمرصاد الحقيقه، يعني وقف قدامه فعلا، كان واقف في حائط صد قوي جدا جدا، مع ان ناس كانت بتقول دايما فتوح بنقلق منه في موضوع الدفاع او الحته الدفاعيه، اتطور بشكل كبير. طب اتطور منه طبعا، ودي هنا برضو تنسب لكروش، ده اللي لسه بقوله، الشبكه الدفاعيه القويه لمنتخب تطوير اللعيب ده مسؤوليه مين؟ ما هو المدير الفني والجهاز الفني اللي معاهم معايا ده اللي بيشتغلوا. يا جماعه احنا خدنا نهائي كاس افريقيا بدون المدرب الاساسي وبدون مساعده، الاثنين قاعدين في المدرجات. يعني برضو كانت ماساه من ضمن المآسي اللي عشناها
في كاس الامم، والحمد لله ان امبارح العقوبه اتخفضت على كيروش، ويعني خلاص تم تخفيضها ماتش واحد وافتقدناه امبارح، هيرجع بقى ان شاء الله في ماتش السنغال اللي جاي يكون موجود. ففتوح واحد من اللعيبه الوعده واللي يستحقوا فعلا يحترفوا في الخارج. اتمنى فتوح يعني يخرج بره. احمد سيد زيزو لاعب مميز جدا جدا جدا، خساره ما يطلعش بره. محمد عبد المنعم 22 سنه خطير. مدافع واعد اعتقد يستحق انه ممكن يحترف بره. عمر كمال الونش الحقيقه اللي لاعب رغم اصابته يعني، لا ونش راجل الونش يعني واحد من افضل مدافعي مصر اخر سنتين ثلاثه وما شاء الله عليه يعني لما بيمسك لاعب فعلا يعني صخر دفاع جديده من بعد الجمعه. انا ما تخيلتش ان هو راسه كانت، احنا كمشاهدين شايفين الدم وخايفين عليه. سبع غرز، خد سبع غرز وفضل يلعب ومكمل ولعب الماتش اللي بعده بدون تخاذل. ولو حد خد باله القماشه اللي كانت محطوطه على دماغه اللي هي الرابطه القويه دي، كان حتى واضح ان في نزيف يعني حتى بعد وهو مستمر وهو بيلعب. شفناه احنا كمشاهدين في ماتش الكاميرون، شفنا الروح، هي دي الروح دي من المكتسبات اللي احنا عايزين نكمل عليه. احنا فقدنا، انا اراهن ان لو اي منتخب تعرض للي شايفه منتخب مصر كان من المستحيل يوصل للفاينل. خلينا كمان ما ننساش حجازي اللي اصيب قطع في العضله الضمه الحقيقه، يعني اصابه قويه جدا جدا، اصابه قويه. والمناسبه ده هو مشي من المعسكر بامر من كيروش عشان يبقى فيه سرعه للعلاج، عشان هو عايزه في ماتشين السنغال، يبقى الراجل بيفكر لقدام.